طيب كابتن ناصر، حضرتك يمكن كنت عندي ضيف قبل كده وكنا بنتكلم على انه من الطبيعي انه مع تطبيق الفار الجدل حوالين الاخطاء التحكيميه ده يقل، بس احنا شايفين يا كابتن ناصر انه واحده واحده عمال الجدل ده يزيد من ساعه تطبيق الفار. تمام، كلام يا استاذ ساره، كلام جميل جدا. احنا قلنا المشكله مش بس في الحكم، المشكله في ثلاث عناصر مهمين جدا يا استاذ ساره، واحنا قلنا المشكله في التقنيه، هل التقنيه بتنفذ بالشكل الصحيح، المشكله في عدد الكاميرات، المشكله في الحكام الفار. حول حكام الفار وفي مشكله ليه؟ لان اولا لم يتم تدريب حكام الفار بالوقت المسموح اللي هم يقدروا من خلاله يقدروا ان هم يدوا القرارات بالشكل الصحيح. ليه؟ لان مفترض ان احنا النهارده بنطبق تقنيه جديده، كان ساعات التدريب والتدريب للحكام كان المفترض تاخد فيها اكبر وقت عشان خاطر تقدر الحكام تاخد القرارات الصحيحه. ايوه. النمره 2، عندنا المفترض احنا بنحط حكام الفار اللي هم عندهم الخبرات الكبيره، الحكم الذي له قدره في ان هو يدي القرار للحكم ويكون في ثقه ما بين حكم المباراه وحكم الفار. طيب. بمعنى ان انا يعني النهارده كحكم كبير دولي لما بلاقي ان في حكم دولي في الفار على قدر كبير من المهاره، بيبقى في اطمئنان كحكم ليا، لما بيجي يديني قرار انا ببقى اعتقد نفسيا مرتاح، بعكس لما تديني حكم ما عندوش خبره فانا بشكك في القرار اللي بيقوله. وهي دي المشكله. المشكله يا فندم، احنا عاوزين نقول ان الفتره اللي جايه لابد من مسؤول الحكام ان هم يبتدوا يعملوا كورسات كتيره، لان احنا بقى لنا 5 أشهر احنا ما بنتمرنش على التقنيه، وعندنا حكامنا لسه ما زالوا حتى الان. طيب. التقنيه دي تسمح لي كابتن ناصر، بعيدا عن تقنيه الفار.